السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معانا يا ولاد فيديو جديد، طلبة الصف الخامس الابتدائي جريد 5. ان شاء الله النهاردة يا ولاد هنكمل مع بعض شرح الوحدة الاولى اللي بدأناها. هناخد النهاردة ان شاء الله بإذن الله لسن 3 الدرس الثالث. هناخد النهاردة اول جزء، يعني الدرس ده يا ولاد انا هقسمه لكم على جزئين، الفيديو ده والفيديو الجاي ان شاء الله. هحاول يا ولاد اقسم معاكم الكلمات، لان دي شكوى معظم الطلبه ان الكلمات مش عارفين نحفظها. زي ما بعمل معاكم كل مره هحاول اقسم لكم الكلمات الصعبه، وهنعرف ازاي نحفظ الكلمات بطريقه سهله جدا جدا ان شاء الله، وهنعرف ايه المهم وايه المفروض اللي احنا نذاكره. بس في البدايه يا ريت لو ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي فيها، وما تنساش تدوس على زرار اللايك لو عجبك الفيديو. ويلا بينا بسرعه نبدا عشان ما نتاخرش. وهنبدا الاول يا ولاد بالفوكاب او الكلمات. كلمه بيتزا معناها بيتزا، 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 بي اي بي والزد زد اي، بيتزا، بيتزا. الجزر يعني كاروتس، ومش عايزين نقولها كاروتس، ما تنطقش الاو، هنقسمها يا ولاد السي والاي كا كا، والار ار او تي ريت ريت ريت، والاو هنا ما تنطقهاش. وطبعا الاس دي بتاعت الايه؟ الجامعه. طب مفرد كاروتس ايه؟ برافو، a carrot a carrot a carrot، جزرة واحدة وجمعها ايه يا ولاد؟ carrots. بعد كده عندي كلمة عسل ومعناها honey honey honey، مش هوني، ها ما تضمش بقك قوي كده، honey honey honey، عسل honey. زبادي خدناها كتير قبل كده، yogurt 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 u y o جارت جي يو ار تي يو جارت يوجرت يوجرت. الفول المدمس فول مدمس، مش محتاجه يا تيتشر، سهله. المهلبيه مهلبيه، مش مستاهله. بطاطس مقليه فرنش فرايز فرنش فرايز فرنش فرايز. تعالوا يا ولاد نقسم كلمه فرنش، الاف ار اي فر فر، لان الايل ساوند بتاعها يا ولاد ايه؟ ايه ايه، اكن كده واحد عجوز ومش بيسمع، وكل ما تقول له كلمه يقول لك ايه ايه ايه، مش سامع. يبقى الاف ار اي فر فر، زود ان ها فرن فرن، والسي والاتش تش تش فرنش فرنش. فرايز فرنش فرايز فرنش فرايز. قائمه التسوق شوبينج ليست شوبينج ليست شوبينج ليست. مش عايزين نعمل ستريس يا ولاد على حرف الجي، ما نقولش شوبينج، نو شوبينج ليست شوبينج ليست. نطلع هوا يا ولاد في لتر بي، شوبينج ليست شوبينج ليست. وجبه العشاء خدناها كتير قبل كده، دينر 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 دي اي ان ان اي ار دينر. يفرغ الحقيبه انباك انباك unpack، طلع هوا في letter P unpack. طب pack لوحدها يا تيتشر معناها ايه؟ معناها يحزم الامتعة، اللي بنقولها كده بالعامية بيحضر الشنطة. طب عكسها بقى يفضي الشنطة او يفرغ الحقيبة معناها ايه؟ unpack unpack unpack. الخيار معناه cucumbers cucumbers cucumbers. لو انت ما حفظتش كلمة خيار لحد دلوقتي تعالى اقسمها لك، q q c u come come c u m bur bur b e r q c u come c u m bur b e r cucumber cucumber. بس دي يا تيتشر متضاف لها s. ايوه ما هي عشان دي خيار جمع، لكن لو هقول خياره واحده يبقى a cucumber a cucumber، وخيار كتير cucumbers cucumbers. البرجر برجر برجر، قسموها البي يو ار بر، والجي اي ار جر برجر برجر. محظوظ لاكي لاكي لاكي، محظوظ لاكي محظوظ لاكي. ال ال يو لا لا، لان اليول ساوند بتاعها ايه؟ اه اه، والسي كي نطقهم ك، والواي هنا نطقها ايه؟ لاكي 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 لاكي، محظوظ lucky. العنب خدناها كتير grapes grapes grapes. كثير العصارة خدناها السنة اللي فاتت juicy 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 juicy. عايزين نحط كده دي في الأول بس خفيفة قوي، ج ج juicy ج ج juicy
juicy juicy juicy. بعد كده عندي كلمة تلاجة fridge 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 fridge. ج ج خدتوا بالكم من الصوت يا ولاد؟ ج ج fridge fridge. الكعك المحلى cookies خدناها كتير cookies. تمن معناها price تمن أو سعر يعني معناها إيه يا ولاد؟ price price. التحلية اللي بتتاكل بعد الأكل اسمها الحلو بعد الأكل dessert 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 وليس dessert dessert يا ولاد d e s e r t دي dessert. لكن اللي بدبل s دي اسمها ايه؟ dessert 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 اللي هي حلوة بعد الأكل. كلمة مهمة يا ولاد. الخزانة أو الدولاب cupboard 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 cupboard. بيض مقلي fried eggs. طبعا eggs مفروغ منها معروفة. طب ايه fried دي؟ معناها مقلي fried eggs بيض مقلي fried eggs بيض مقلي. وهنا fried يا ولاد تعتبر adjective او صفة. طب البيض بقى المسلوق يا كيتشر عشان ما يزعلش مننا من عينيا الاثنين حاضر boiled eggs boiled eggs boiled eggs boiled eggs. على فكرة boil وحدها معناها يغلي ده الverb او الفعل boil boil b o i l boil boil. لو زودت e دي بقت boiled ومعناها مسلوق وبقت صفة adjective boiled eggs. يبقى fried eggs البيض المقلي والبيض المسلوق boiled eggs. كلمة مربى معناها جام والجي ما تقولوهاش ج ج نو no. حط دي في الأول بس خفيفة جام جام. كلمة بائع معناها ماركت سيلر. ماركت على فكرة لوحدها يا ولاد معناها سوق وسيل لوحدها يا ولاد معناها يبيع S E L L فعل مهم جدا سيل يبيع. يبقى ماركت سيلر على بعضها ايه؟ بائع سيلر بائع سيلر بائع. كلمة منطقي معناها سنسبل. كلمة جديدة ونركز عليها سنسبل وتمشي على فكرة بمعنى حكيم يعني ممكن اوصف شخص ما ان هو حكيم اقول لك مثلا you are sensible انت حكيم. خيارات choices 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 choices. العناصر الغذائية خدناها كتير nutrients nutrients nutrients. لذيذ delicious 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 delicious. لذيذ delicious كلمة مهمة جدا يا ولاد. مكسرات معناها nuts nuts nuts. المكسرات زي الفول السوداني والفستق والبندق والحاجات الحلوة دي اسمها ايه؟ nuts nuts. السلطانية معناها bowl bowl bowl. سلطانية bowl سلطانية bowl. وأخيرا يوميات أو مذكرات معناها diaries diaries. على فكرة لازم الأول تعرف يعني إيه مذكرة أو يومية. معناها diary d i a r y diary. حصل لها تيتشر لما جت اتجمعت ولا حاجه كنسلنا الواي وحطينا مكانها i e s فبقت diaries ومعناها يوميات. يلا بقى بينا يا ولاد نحل مع بعض اول سؤال على الدرس ده. read and complete the sentences with words from the box. مديني يا ولاد شويه كلمات shopping تسوق yogurt زبادي french fries بطاطس مقلية nuts مكسرات honey عسل. اول خطوة يا ولاد عشان تحل السؤال ده ترجم الكلمات اللي هو مديها لك فوق. لازم انت ترجم الكلمات يا ولاد. يلا بقى نقرأ. Let's read. Number one we use milk. احنا بنستخدم اللبن to make علشان نعمل ايه؟ برافو عليكم اكيد طبعا اليوغرت او الزبادي. Number two, the list makes me بتجعلني remember أتذكر. كلمة remember يا ولاد معناها يتذكر. Remember, 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 remember. أتذكر إيه؟ What I want to buy. What I want to buy. What ماذا؟ I أنا want to أريد أن buy أشتري. بتفكرني بالحاجات اللي أنا عايز أشتريها أكيد طبعا الشوبينج ليست اللي ماما بتكتبها لك وتقول لك يلا يا حبيبي روح علشان تجيبها لي من الماركت أكيد طبعا كلكم عارفينها. نكمل. Number three bees النحلة make بيعمل. النحلة بيعمل إيه؟ excellent
هاني عسل. So لذلك they are very useful insects. كلمة useful يا أولاد معناها مفيد وinsects معناها حشرات، عشان كده بيقولك so لذلك they are. they هنا بتعود على البيز أو النحلة، are يكونوا useful insects حشرات مفيدة. آخر واحدة معايا يا أولاد، he هو cuts بيقطع the potatoes البطاطس to make علشان يعمل ايه؟ اكيد طبعا الفرنش فرايز حبيبتي الملايين. ويلا بينا يا ولاد نقرا مع بعض المحادثات دي. واول محادثه يا سيدي دارت في السوق، عايزك بقى تنسى الفصل اللي انت قاعد فيه وتنسى البيت اللي انت قاعد فيه او اصحابك اللي انت قاعد معاهم، وتعالى نشوف المحادثة اللي دارت ما بين الراجل البائع ده والسيدة الفاضلة دي وهي رايحة تشتري منه الايه. تعالوا نعرف. lovely tomatoes. lovely tomatoes. lovely tomatoes يعني يا جميلة يا طماطم، يا حلوة يا طماطم، زي اللي انتوا بتسمعوه في السوق بالظبط. يعني الراجل واقف عمال بيروج للطماطم بتاعته. وبعدين come and buy. come and buy تعالى واشتري. come تعالى and buy واشتري. come and buy. come and buy. how about it. how about it. ماذا عن. buying شراء. some lovely red tomatoes. هنا بقى بيحليلك التوميتوز في عينيك وبيقولك دي مش طماطم اي حاجة، دي red، دي lovely red tomatoes، طماطم حمرة وجميلة. ما هو اكيد طبعا مش هيقولك عليها تعالى اشتري الطماطم البيضة، اكيد طبعا لازم يحليها في عينك ويقولك ايه، lovely red tomatoes. lovely red tomatoes. come and buy. how about buying some lovely red tomatoes. طيب ناخد بالنا يا ولاد ان how about معناها ماذا عن، ودي يا ولاد بنستخدمها في الاقتراح. هو بيقترح على الناس اللي معدية ان هم يجوا يشتروا منه، عشان كده استخدم ايه how about. بس how about يا ولاد ليها شرط. ايه هو؟ ان لو جي وراها فعل يبقى متضاف له ing، ما ينفعش اقول how about buy، غلط. how about buying some lovely red tomatoes. وبما ان ده سؤال فنهى الجملة بتاعته او السؤال بتاعه بquestion mark. هو عمال ينده على الطماطم بتاعته، كانت فيه ست معدية راحت واقفة وقالت له ايه، oh I think we need some tomatoes. how much are they. يلا نترجم. I think انا اعتقد. we need نحن نحتاج. some tomatoes بعض الطماطم. نخلي بالنا يا ولاد ان كلمة some بيجي وراها اسم جمع، زي هنا ما قلت tomatoes. some tomatoes بعض الطماطم. some books بعض الكتب. some pens بعض الاقلام. نرجع بقى تاني للطماطم عشان ما تزعلش مننا. we need some tomatoes. احنا محتاجين بعض الطماطم. we need يا ولاد بستخدمها مع الحاجات الضرورية، اي حاجة ضرورية بالنسبة لي ولازم اجيبها مقدرش استغنى عنها بستخدم فعل ايه يا ولاد، need، ومعناها يحتاج. how much are they. how much هنا معناها ايه يا ولاد، كم الثمن. كم الثمن. كم الثمن. how much كم الثمن. سمع حد بيقول لي مش يا تيتشر هاو ماتش دي كان معناها كم الكمية؟ صح، برافو عليك. بس احنا النهاردة هنستخدمها بمعنى ايه، كم الثمن، وبيجي وراها الفعل المساعد. فبما اني بسأل على سعر الطماطم جمع فاستخدمت ايه، are. how much are they. اداة الاستفهام how much، الفعل المساعد are، والفاعل اللي هو they. طبعا they هنا يا ولاد بتعود على الايه، الطماطم. يسكت بقى الراجل البائع دون؟ لا طبعا، اكيد هيرد عليها وهيحاول يقنعها بكافة الطرق والوسائل ان هي تشتري من عنده طماطم. فقال لها ايه، there a good price. there a good price. there a good price. there هنا يا ولاد اختصار ل they are. a good price بسعر جيد، يعني هم سعرهم جيد. a good price. a good price سعر جيد. a good price. a good price. there. there اللي هي they are. only فقط 3 pounds 3 جنيه for 1 kilogram للكيلوغرام الواحد، يعني تمن الكيلوغرام الواحد 3 جنيه. نقول الجملة دي تانية يا ولاد، there a good price.
They're only 3 pounds for 1 kilogram. هم فقط ب 3 pounds 3 جنيه for 1 kilogram للكيلوغرام الواحد. راحت الست دي قالت ايه يا ولاد؟ اوكي we'll have a kilogram please. وهنا يسألني حد يقول لي ايه الابوستروفي ال دي يا تيتشر؟ دي يا ولاد اختصار لكلمة will. will معناها سوف، فقالت له we'll have يعني احنا هناخد a kilogram، كيلوغرام واحد. يا ستي دي بتلاتة جنيه خديها وشليها عندك في البيت، ما علينا مش هنتدخل، نكمل الجملة بتاعتنا. we'll have a kilogram، هي هتاخد ايه؟ هتاخد كيلوغرام واحد please من فضلك. وهنا بدأ البائع ان هو يحاول يبيع للست دي اي حاجة تانية غير كيلو الطماطم اللي هي راح تجيبه. فقال لها ايه؟ How about buying some carrots too؟ How about ماذا عن buying شراء some carrots بعض الجزر too ايضا. How about ما ننساش بيجي وراها verb ing وsome بيجي وراها اسم جمع ولسه قايله لكم عليها من شوية. ماذا عن شراء بعض الجزر too ايضا. ردت علي قالت له ايه؟ No thank you، شكرا انا لو عايزة اشتري ما انا هقول لك انا مش عايزة كارت يا سيدي انا عندي. راح ابنها قال لها ايه؟ Mom please can we have a pineapple؟ Mom please can we have a pineapple؟ من فضلك يا ماما ممكن ناخد pineapple؟ انا نسى واحدة؟ A pineapple a pineapple a pineapple انا نسى واحدة. Can we have a pineapple؟ Can we have a pineapple؟ يعني هل ممكن اللي احنا ناخد a pineapple؟ انا نسى واحدة. السؤال ده مهم يا ولاد. Can we have a pineapple؟ Can we have a pineapple؟ ردت عليه الام قالت له ايه؟ Yes ابراهيم let's buy a nice juicy pineapple. وهي هنا وافقت على الاقتراح بتاع ابراهيم في حين ان هي ما وافقتش على الاقتراح بتاع البياع. وافقت فعلا ان هي تجيب الايه؟ الباينابل. فقالت له let's buy. let's buy يعني هيا بنا نشتري، وlet's يا ولاد بيجي وراها الانفينيتيف. يلا بينا نشتري a nice juicy pineapple. انا نسايا كثيرة العصارة وجميلة. كلمة يا ولاد juicy معناها كثير العصارة، كثير العصارة. A nice juicy pineapple. A nice juicy pineapple. وأخيرا فالراجل قال لها إيه؟ There you go. That's all be 20 pounds in total please. يعني الحساب هيكون إيه؟ 20 pounds أو 20 جنيه. كلمة total يا ولاد معناها المجموع الكلي، تمن الكيلوغرام بتاع الطماطم وتمن الباينابل أو الأناناسية هيبقوا إيه؟ 20 pounds أو 20 جنيه. المحادثة اللي بعد كده دارت ما بين بنت وجدتها. البنت دي بتقول إيه؟ I really like coming to your house grandma. I really like أنا حقا أحب coming to your house، ان انا اجي لبيتك your house. نخلي بالنا يا ولاد ان فعل like بيجي وراه الفعل متضاف له ing. I really like coming to your house grandma. ردت عليها الجدة قالت لها I like it، انا بحب فعلا كده. When you visit me، لما بتيجي تزوريني. when هنا يا ولاد معناها عندما، when عندما you انت visit me بتزوريني. ندى يا ندى. نخلي بالنا يا ولاد لما يكون جملة موجهة لشخص ما واسم الشخص ده جاي في آخر الجملة هنيجي قبل اسم الشخص ده ونحط كومة صغيرة زي ما عملنا في أول جملة وتاني جملة. فندى ردت عليها قالت لها إيه؟ We haven't got a mango tree in our garden at home. يعني إيه يا تيتشر haven't got؟ الأول have got يا ولاد يعني إيه؟ have got معناها يملك. إيه يا تيتشر؟ هي مش يملك معناها have أو has؟ أقول لك فعلا have و have got و has و has got كلهم نفس المعنى يمتلك، هي بس فرق ان دي بريتش ودي امريكان. تمام؟ يبقى have got معناها ايه؟ يملك او يمتلك. طب دي بقى النفي بتاعها haven't got. haven't got يعني لا نملك. اكني بالضبط بقول we don't have اللي انتم متعودين عليها خالص خالص. الاثنين نفس المعنى يا ولاد. يبقى we haven't got احنا ما عندناش a mango tree شجرة مانجا in our garden في الحديقة بتاعتنا at home في المنزل. we've got a lemon tree. we've دي اختصار ل we have يعني we have got
احنا عندنا a lemon tree، شجرة ليمون. ردت الجدة عليها وقالت لها I know، انا عارفة كده. I am lucky، انا محظوظة. To have one، اللي انا عندي واحدة، ان انا عندي يعني شجرة مانجا. Would you like، هل تودي to have a mango now، ان انت تتناولي ثمرة مانجا. Now، الآن. A mango يا ولاد يعني ثمرة مانجا واحدة. نقول الجملة دي تاني يا ولاد، لما نحب نعرض على حد حاجة وعايز أقول له هل تود أن تأخذ كذا أو أن تتناول كذا أو أن تملك كذا، أقول له إيه؟ Would you like to، Would you like to، Would you like to. زي ما هنا الجدة قالت لندى Would you like to، هل تودي have، انت تاكلي a mango now، ثمرة مانجو دلوقتي. ردت عليها ندى وقالت لها Yes please، ايوة فعلا يا تيتا، ده انا جاية اصلا عشان اكل المانجا دي. Yes please، I would also like to have your mango and coconut مهلبية later. دي بقى دخلة على طمع، بتقول ايه؟ I would also like، انا اود ايضا to have، ان اتناول your mango، المانجا بتاعتك. مش بس كده، ده انا دخلة على طمع. and و coconut مهلبية، يعني مهلبية بجوز الهند later، لاحقا. Have you got any coconut؟ Have you got، هل انت عندك؟ هنا يا ولاد have got اللي لسه قايله لكم على معناها، اللي هي معناها ايه؟ يمتلك. لما احب اعمل سؤال يا ولاد بنبدا بالهاف او الهاز طبعا، وبعد كده الفاعل او السبجكت، وبعد كده got. طب معناها ايه؟ have you got، هل انت لديك وهل انت عندك coconut جوز الهند. ردت عليها الجدة وقالت لها Yes I bought some in the market this morning، أيوة أنا اشتريت بعض من الايه الكوكونات in the morning في الصباح. قبل ما نكمل يا ولاد المحادثة الثالثة، المحادثة دي لازم تتقري كويس جدا جدا جدا. يلا بينا نكمل. عندي المحادثة اللي بعد كده دارت ما بين مين؟ تعالوا نشوف. أشرف Will you come to the market with me؟ Will you come to the market with me؟ يعني هل انت هتيجي معايا للماركت او السوق؟ Will الفعل المساعد، you الفاعل، come الفعل، وكملنا الجملة عادي خالص يا ولاد. Will you come to the market with me؟ Yes of course، ايوة فعلا بالتأكيد بالطبع. What do we need to buy؟ What do we need to buy؟ What do we need to buy؟ يعني يا ولاد السؤال ده what، ماذا. الدو يا ولاد لما تيجي بعد الكويستشن وورد ما بتترجمش. ماذا، we، نحن، need to، نحتاج أن، need to، نحتاج أن، buy، نشتري. يا ترى احنا محتاجين نشتري ايه؟ we، نحن، need to، نحتاج أن، buy، نشتري. خلي بالكوا يا ولاد need to بيجي وراها المصدر. buy، نشتري bread and rice. What would you like for lunch؟ What would you like؟ ماذا تود؟ What would you like؟ ماذا تود؟ What would you like؟ ماذا تود؟ For lunch، على الغداء. On Saturday، يوم السبت. Uncle Faisal is coming، العم فيصل سيأتي. وهنا استخدمنا يا ولاد زمن المضارع المستمر عشان نعبر عن حاجة هتحصل في المستقبل، ودي من ضمن استخدامات الـ present continuous أو المضارع المستمر. Oh I would like kosheri please، it's my favorite. I would like، أنا أود، أنا أود. I would like kosheri، كشري يعني please، من فضلك. It's my favorite، إنه المفضل لدي. فردت عليه قالت له ايه؟ ها اوكي. Are there any onions in the fridge؟ Are there، هل يوجد؟ Are there، هل يوجد؟ Are there، هل يوجد؟ اصلا يا ولاد are في اول السؤال بيبقى معناها هل، و there معناها يوجد. Are there، هل يوجد. وعلى فكرة is there برضو معناها هل يوجد. طب ايه الفرق؟ ان are there بيجي وراها plural noun، لكن is there بيجي وراها singular noun. وبالتالي قلنا ايه؟ are there، هل يوجد any onions؟ any onions، any يا ولاد معناها اي، وبيجي وراها اسم جمع. any onions، اي بصل، وممكن برضو يجي وراها اسم لا يعد. هناخدها ان شاء الله باذن الله في درس الجرامر. هل يوجد اي بصل in the fridge، في التلاجة؟ رد عليها قال لها ايه؟ no there aren't، لا مفيش. so لذلك we need to، نحن نحتاج ان، buy bread، نشتري الخبز.
رايس والأرز and onions والبصل. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، مش هطول عليكم أكتر من كده. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية زي ما قلتلكم هنخلص مع بعض لسن 3 الدرس الثالث. اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها علشان يتابع إن شاء الله بإذن الله معايا كل الفيديوز اللي جاية، وما تنسوش تدوسوا على زرار اللايك. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.